مساء الخير مهندس سيد متولي. مساء الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ الله يخليك، أهلا. احكي لي بقى ايه قصه الاتوبيس الترددي واسمه ده راجع لايه؟ وهيمشي فين على الدايري من فين لفين؟ سعر التذكره بتاعته كام؟ كم راكب هيركب فيه؟ هل هو كهربائي ولا بيعمل بالغاز ولا بالسولار؟ اولا الاتوبيس الترددي ده وسيط نقل جديد زي المترو وزي ال ار تي اللي هو اللايت ريل والمونوريل، لكن باستخدام الاتوبيس، وده بدا استخدامه في امريكا اللاتينيه. اول ناس بداوا استخدامه لان تكلفته بتكون اقل من وسائط النقل الثانيه، تكلفه الاصول بتكون اقل، الاوبريشن كوست بتكون اقل، وفي نفس الوقت بيصير بكواليتي كويسه، لان في الاخر كل اللي يهمنا جوده الخدمه. جوده خدمه النقل هو لها مجموعة حاجات، إن يكون في جداول تشغيل منتظمة، يكون في تحققية في المواعيد لجداول التشغيل، يكون في أمان، يكون في جودة في الخدمة، يكون في معلومات رحلة تبقى عارف الباص هيجي منين ويروح فين. كل هذه العناصر الجودة الهدف منها مجموعة حاجات. أول حاجة تقليل التلوث وتقليل الوقت المهدر للمواطن في حال استخدامه وسيله مواصلات عامه وسط النقل العادي، لكن هو اتعمل له مسار خاص بهدف تحقيق الحاجات اللي انا قلت عليها، ان هو يكون تحققي، بحيث ان انا ممكن العربيات تبقى واقفه على الدايري وهو ماشي، هيبدا اللي عنده عربيه يفكر ان هو يسيب عربيته. طب الاتوبيس ده مكيف؟ طبعا. الاتوبيس ده هتحطه فيه واي فاي؟ واي فاي، وفي معلومات رحله، وفي محطات اتوبيس مغلقه بسكرين حمايه للمواطن. الاتوبيس ده انا شايفه ثلاث عجلات في كل ناحيه. الاتوبيس ده، الاتوبيس فيه ثلاث انواع من الاتوبيس. في الستاندر بس اللي هو الاتوبيس العادي اللي احنا بنشوفه هنا في مصر، ده 12 متر، بيبقى له بيد من مستوى الارضيه للاتوبيس منخفض على نفس منسوب المحطه عشان يسهل عمليه الدخول والخروج. والنوع الثاني اللي هو المفصلي اللي هو الارتكليتد، ده 18 متر ونص. الاتوبيس الثالث اللي هو الباي ارتكوليتد اللي هو بيشيل حجم ركاب اكثر، ممكن يوصل ل 207، ده طوله 24 متر ونص. كل هذا عدد الركاب قد ايه حضرتك؟ ما قلتهاليش يا باشمهندس. بص يا فندم، للباص الواحد ولا للمسار ولا ايه بالظبط؟ هو الباص الواحد انتوا هتمشوا اكثر من حد، اكثر من نوع اتوبيس؟ طبعا. يعني حسب جداول التشغيل، فتره الذروه هيبقى فيها نظام، خارج اوقات الظهر هيبقى له نظام، بالليل هيبقى له نظام، عشان يكون التشغيل اقتصادي يعني. لكن هو ان شاء الله هيبقى معظمه هيبقى مصابي يعني. طب هيشتغل على كل الخط الدائري يعني؟ هو الهدف احنا اخترناه في الوسط ليه؟ زي ما احنا عندنا المنيب وعندنا الزراعي يعني عندنا ان شاء الله هيربط كل الدائري. ليه؟ احنا عندنا ثلاث خطوط مترو موجودين في القاهره. كل خط بيتقاطع مع الدائري في نقطتين تقريبا، بالاضافه للاثنين النورين اللي هم جاري انشائهم دلوقتي. الطريق البي ار تي او الاتوبيس الترددي هيربط كل خطوط النقل دي مع بعض، بحيث ان انت تنزل من خدمه لخدمه ثانيه، وهو ده اللي هيشجع المستخدم. طبعا. وفي نفس الوقت حضرتك تنزل، لو انا عندي سياره خاصه وركبت المواصله ونزلت ما لقيتش حاجه بنفس الجوده مش هركب المواصلات العامه. طيب، واحنا بنستهدف ان احنا نزود عدد الركاب في المواصلات العامه. الاسعار هتبقى ايه والمحطات يعني؟ ده سابق لاوانه، لان احنا دلوقتي ده هيرتبط بنوع الاصول اللي هيجي وتكلفته، فان شاء الله مش هيبقى في متناول المواطن. في متناول المواطن. طبعا طبعا، لان الهدف منه جذب اكبر عدد في للاستخدام المواصلات العامه. طيب، لماذا تم ايقاف او هيتم ايقاف 213 الف ميكروباص للعمل على الدائري؟ اولا في سلوكيات موجوده لهذه الميكروباصات، الانتظار الخاطئ. الميكروباص بيقف مكان معين وبياخد الراتب مكان معين وبيقف صف واثنين وثلاثه واربعه، فكل هذه الامور بتعرقل حركه السير على الدايري، بالاضافه انها ممكن تسبب حوادث كمان. التوقف المفاجئ في نهر الطريق او في الحاره الثانيه في نهر الطريق ممكن يحصل، وحصل حوادث كتير قبل كده بهذا الامر. لكن الميكروباص طبعا دول فاتحين بيوت وناس بتشتغل، واحنا برضو نتيجه ان كان في فجوه وهم سدوها، احنا هنعيد تنظيمهم ويشتغلوا بشكل تكاملي مع اتوبيس الترددي.
لكن مش هتقطع اكل عيشهم، هنوجد لا لهم طبعا، خطوط لا تانية، لا 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 طبعا، لا طبعا. هنوجد لهم خطوط تانية. تنظيم بقى يتكامل مع الخطوط يعني. يعني انا مثلا الخطوط الكائنات السكانيه المجاوره للطريق الدائري هنربطها بالبي ار تي من خلال خطوط المتروبات، أنا بشكرك شكرا، ويعاد تنظيمها تماما يعني ان شاء الله يعني. أشكرك شكرا جزيلا مهندس سيد متولي الرئيس التنفيذي لجهاز النقل الداخلي والدولي.